الأخت السائلة تقول: ما هي الأشهر الحرم؟ وإذا عملت المرأة عمرة في رمضان وأرادت بذلك الحج، فهل عليها دم أم لا؟ إذا اعتمرت في رمضان ثم حجت من عامها فهي ليست متمتعة، لأنها أدت العمرة بغير أشهر الحج. إنما المتمتع من جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج وفي عام واحد. نعم.